للحديث إذن مشاهدين أكثر عن استمرار الاحتلال الصهيوني في قضم الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس بتوسيع دائرة الاستيطان، معنا عبر سكايب من الضفة الغربية المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية في القدس جاد إسحاق. مرحبا بكم أستاذ جاد معنا. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا بكم. إذن الأمم المتحدة الآن أعلنت أن أعداد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة زادت بنسبة 23% هذا العام في العام الماضي بحسب هذه الإحصاءات. هل تتطابق أستاذ جاد هذه الأرقام للأمم المتحدة مع ما تحصونه من بؤر استيطانية؟ وصل حاليا عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس إلى حوالي 960 ألف مستوطن. وإذا ما استمر المخطط الإسرائيلي حاليا برفع عدد المستوطنين سيصبح في خلال الخمس سنوات القادمة 1.5 مليون مستوطن، أي أنهم سيصبحوا تقريبا بنفس عدد السكان الفلسطينيين. أما فيما يتعلق بالمناطق جيم، فال 61% من أراضي الضفة الغربية هي منطقة جيم. النسبة الكبرى هناك. لا يتجاوز عدد الفلسطينيين 200 ألف فلسطيني مقابل 1 مليون إسرائيلي. فأصبح الفلسطيني في مناطق جيم عبارة عن أقلية موجودة في تجمعات صغيرة، معازل صغيرة، لا يوجد إلا ربط يعني لا يكاد يوصف، في حين أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تقوم بحولة الضفة الغربية إلى ورشة عمل مسعورة، قامت حاليا بربط كافة المستوطنات ببعضها البعض عن طريق طرق التفافية ضخمة وربطتها بإسرائيل، بحيث يكون التنقل ما بين الضفة الغربية، مستوطني الضفة الغربية وإسرائيل من خلال طرق واسعة وكبيرة لا تمر عبر الحواجز، في حين أن الفلسطينيين في الضفة الغربية عليهم أن يمروا يوميا في 84 حاجز معيق يؤثر على حركتهم وعلى تنقلهم. كل هذه معوقات. نعم، الآن في ظل تقرير الاتحاد الأوروبي رصد هذا التسارع في عمليات الاستيطان في الآونة الأخيرة، ما الأهداف برأيكم أستاذ جاد التي تريد أن تحققها هذه الموجة، موجة الاستيطان الجديدة المتسارعة في القدس والضفة، ما الأهداف الرئيسة لها؟ الهدف الرئيسي حسب الخطة، خطة ما تسمى خطة الحسم التي وضعت في العام 2017 من قبل سمودريتش اللي هو حاليا المسؤول عن الإدارة المدنية ووزير المالية. خطة الحسم تقول ما يلي: يجب على إسرائيل أن تقوم بضم المنطقة جيم كاملة، ويعطى الفلسطينيين ثلاث خيارات: الخيار الأول البقاء تحت السيادة الإسرائيلية كمقيم وليس كمواطن، 2 تشجيعهم على الهجرة وسنساعدهم في ذلك، 3 من يقاوم سيتم التعامل معه بقوة وشراسة، وهذا ما نشهده حاليا في معظم مناطق الشمال في الضفة الغربية. يعني هذه المناطق تقريبا ستكون للمستوطنين الصهاينة في الضفة. 61% ستصبح حاليا لإسرائيل وستضمها بشكل أو بآخر، ولا أستبعد أن يقوموا بالإعلان عن القيام باستفتاء، وإذا ما عملوا هذا الاستفتاء النتيجة واضحة: 1 مليون مستوطن مقابل 200 ألف فلسطيني، فالاستفتاء سيكون لصالح الضم، وهذا من ضمن شروط أو الائتلاف الحاكم الحالي سمودريتش وبن غفير. عندما وقعوا الميثاق الائتلاف الحالي كان أحد بنود الاتفاقية أن لليهود الحق المطلق في أراضي
ما سمي باليهود والسامرة أو الضفة الغربية منطقة جيم. إذا واضح الهدف هو التغيير ديموغرافي سكاني في هذه المناطق يمارسه الاحتلال، ولكن هذا يتعارض ويضرب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة عرض الحائط. أين دور المجتمع الدولي هنا أستاذ جاد؟ يعني لا حياة لمن تنادي للأسف. جميع ما تقترفه إسرائيل في فلسطين هو عبارة عن جرائم حرب ومخالفة لكافة قرارات مجلس الأمن، ولكن نحن قدمنا أوراق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان. حتى الآن ما تزال الجمعية تنتظر رد قرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بصلاحيتها للنظر في هذا القرار، في حين أن ما جرى في أوكرانيا خلال أسابيع قامت المحكمة الجنائية الدولية وبدأت بالتحقيق وأعلنت نتائجها. فهناك لعبة كبيرة يلعب فيها على رأسها الولايات المتحدة، وطبعا أنا في رأيي أنه الاتحاد الأوروبي يتحدث بلغة، ولكن هذه إسرائيل أصبحت محصنة ضد الانتقادات والقلق الإجراءات التي يقوم والتعليقات التي يقوم بها. نحن بحاجة إلى فعل حقيقي. حل الدولتين أصبح حاليا شبه مستحيل إذا لم يتم أخذ قرارات بحق إسرائيل لمخالفتها، وأصبحت دولة خارجة عن القانون. ولكن للأسف الانشغال في أوكرانيا والانشغال في المناطق الأخرى في العالم جعلت القضية الفلسطينية ضحية للصراعات ما بين الكبار في هذا العالم. حتى دور الجامعة العربية يبدو شبه غائب في هذه القضية، على الرغم من تمسك الجامعة العربية حتى الآن بمبادرة الرياض للسلام بخصوص الاستيطان، ولكن لا يبدو أي تفعيل في ظل ما يحدث الآن على الأرض. يعني المبادرة السعودية ومبادرة العالم العربي للسلام التي أقرت في القمة العربية في بيروت، لم تقم إسرائيل بالرد عليها بكلمة نعم، وإنما بالعكس. شارون عندما بدأ بخطة الانفصال قال كما يلي: خطة الانفصال هذه ستسمح لنا بالتهرب من مبادرات مثل المبادرة العربية، وسيسمح لنا بالسيطرة على الضفة الغربية. فكان انسحابهم من قطاع غزة ومن الأربع مستوطنات الموجودة في شمال جنين، وحتى هذه الخطة التي خطة الانفصال التي تمت بتنسيق كامل ما بين الولايات المتحدة وشارون، حتى هذه تم إقرار في قانون في الكنيسة الأسبوع الماضي بإلغاء خطة الانفصال، وعادة حومش وبدأوا ببناء كنيس وسيدفعها إعادة المستوطنات الأربعة الأخرى. أي أنهم حتى ما يتم توقيعه يمكثون به ولا يلتزموا به، ولكن هناك دولة ترعى. يعني عندما نتقدم إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار، دائما أمريكا تهدد بالفيتو، حتى ليس بالفيتو في قرار، إنما حتى إعلان رئاسي من الأمم المتحدة أصرت أمريكا بعدم خروج مثل هذا الإعلان من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة. أي أن إسرائيل ضامنة 100% سكوت أمريكا وسكوت المجتمع الدولي لما تقوم به، و نعم أستاذ جاد يستمعوا نعم من العرب في مؤتمر جدة نعم بكلام كان واضح وصريح، ولكن لم نسمع أن هذا ترجم إلى حقيقة
إلى حقيقة لطلب حماية نعم واضح الفلسطينيين. استاذ جاد، اعتذر منك لنفاذ الوقت. اذا من الضفة الغربية المدير العام لمعهد الابحاث التطبيقية في القدس جاد اسحاق، شكرا جزيلا لك.